في فيديو النهاردة هنتكلم عن خبر مؤسف جدا، وهو خبر طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد تأكيد الخبر، وهنكشف ليكم أول رد فعل وتعليق من الفنانة ياسمين صبري على خبر طلاقها من أبو هشيمة. هنعرف التفاصيل وإيه اللي قالته ياسمين صبري بالظبط. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا عشان كل جديد يجيلك لحد عندك. اتفاجئ الجمهور خلال الكام ساعة اللي فاتت بخبر طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفي البداية اعتقد الجمهور إنها إشاعة زي ما كانوا متعودين، خصوصا في الأيام اللي فاتت إن كل شوية بتطلع إشاعة انفصالهم. لكن للأسف المرة دي تم تأكيد الخبر من أكتر من مصدر موثوق. البداية كانت مع الصحفي هاني عزب، الصحفي الموثوق جدا والمقرب من الفنانين، لما نشر على صفحته الرسمية في موقع الفيسبوك خبر طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة، وكتب هاني عزب طلاق أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري. وبعد كده أكد الخبر أكتر من مصدر زي موقع الوطن اللي قال إن مصدر مقرب من أبو هشيمة قال لجريدة الوطن إنه بالفعل تم الطلاق بشكل رسمي بين ياسمين صبري وأبو هشيمة، وإن الانفصال تم بينهم بكل ود واحترام مع المحافظة على العلاقة الطيبة اللي كانت بينهم والعشرة اللي استمرت بينهم أكتر من سنتين. واللي ساعد على تأكيد الخبر ده هو إن ياسمين صبري قامت بحذف كل الصور اللي بتجمعها بأبو هشيمة من على حسابها الرسمي في موقع انستجرام، وفي أول رد فعل وتعليق منها على خبر طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نشرت الفنانة ياسمين صبري ستوري جديدة باللغة الإنجليزية على حسابها الرسمي في موقع انستجرام، وقالت فيها فيما معناه أنا هبقى أحسن نسخة من نفسي مع كل يوم جديد. والجدير بالذكر ان لحد دلوقتي مش معروف السبب الحقيقي في طلاق ياسمين صبري وابو هشيمة، لكن البعض كان قال ان ابو هشيمة دخل في علاقة حب جديدة مع فنانة عربية مشهورة مش معروف اسمها لحد دلوقتي، وان ياسمين صبري كشفت العلاقة دي وطلبت الطلاق من جوزها في هدوء تام، وفعلا تم الطلاق بينهم. ولحد دلوقتي مش معروف حقيقة الكلام ده، وهل فعلا السبب الحقيقي في طلاقهم هو علاقة حب جديدة ظهرت في حياة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ولا لأ؟ وعلى كل حال الأيام اللي جاية هتوضح لينا الحقيقة كاملة، وهنعرف أكيد السبب الحقيقي في انفصالهم، سواء كان السبب علاقة حب جديدة في حياة أبو هشيمة أو لأي سبب تاني. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.